تعرف عادة تجميد الخبز رواجا كبيرا في البيوت الجزائرية، الأمر الذي جعل أطباء المختصين في التغذية ينصحون ربات البيوت من الحد من هذه العادة لأنها قد تعود بالسلبي على صحتهم. ليلى صفوان. تعرف عادة تجميد الخبز رواجا كبيرا وسط العائلات الجزائرية، عادة تتبعها ربات البيوت لتوفير الخبز في البيت مخافة الوقوع في نقص. الخبز أنا نخبيه في كونجيلاتور بس كمي داك نشري هكذا ربعة ويقعد لي في ظلي، ما نحبش نخليه يبس، نديره في الفلاجة في كونجيلاتور، كي نسحق هكذا ولا يجوني ضياف وما يكونش عندي الخبز في الليل ولا نجبدو نسخنو ونحطو. هذه العادة يترتب عنها أخطار صحية وهو ما لا تعرفه الكثير من ربات البيوت. هذه المكونات الزيادة وهذه المواد الكيميائية كلها لما تبرد وتتجمد وتعاود تبرد من جديد حتى تتناول يصير فيها حالة إتلاف اوتوماتيكمون، دوك راهي النوعية الغذائية والقيمة الغذائية تنقص بكثرة. خصوصا احنا واش ننصحوا المستهلكين بالنسبة للخبز، راهو موجود في لي بولونجري، موجود في لي سوبيغات، موجود في لي مارشون دو كارتيي في الكارتيي، من الأحسن يشروا الكمية اللي تناولوها. الإنسان ما يحتاجش أكثر من 150 غرام خبز في النهار. هي عادة سيئة دأبت عليها ربات البيوت لتوفير هذه المادة الأساسية في حياة الجزائريين الذين لا يزالون يعيشون على هاجس نفاذه في كل مرة رغم توفره.